اهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة. لماذا لا تعترفون انكم تعبدون ثلاثة آلهة؟ وكفاية انكار، نظام ريحونا يعني. طيب، ببساطة يعني مش هينفع نقول كده، لاننا ببساطة مش بنعبد ثلاث آلهة. احنا مش مجانين ولا مشركين، فنحن نؤمن ان الله واحد لا شريك له. اختلافنا مع بعض صديقي هو في نوع وحدانية الله، مش في عدد الآلهة. فالله واحد ولا إله إلا هو وحده لا شريك له. موضوع الثالوث ببساطة، أنت كإنسان مكون من روح ونفس وجسد، هل أنت ثلاث أشخاص؟ طبعا لا. طب سؤالي نفكر فيه، هل الله ينفع يبقى أقل منك؟ يعني لو كنت انت مركب كده، فهل الله اقل منك في التعقيد؟ وطبعا مش المقصود انه مركب او معقد، لكنه غير محدود ومش ممكن يكون في نفس الوقت اقل منك. فاحنا بنؤمن ان الله هو اصل وعلة كل الوجود وعلة كل الاشياء، وهنا بنتكلم عن الاب. كمان بنؤمن ان الله عاقل، له عقل، وهنا بنتكلم عن الابن. كمان نؤمن ان الله حي، له روح، وهنا يجي الروح القدس. إذن الله موجود بالاب، عاقل بالابن، حي بالروح القدس. طبعا الموضوع كبير ويحتاج ساعات للشرح، لكن حاولنا نلخصها ببساطه وبطريقه موجزه. لكن عايز المشاهد اسيب معاك سؤال فكر فيه، ويا ريت تبعت لنا الرد والاجابه لو وصلت لها. قبل ما الله يخلق كل المخلوقات، هل كان بيمارس صفاته؟ يعني كان بيتكلم، بيسمع، بيحب؟ ولو كان بيمارس صفاته مع مين؟ عايز المشاهد فكر في اللي قلناه وفي السؤال، ومستنينك الحلقة الجاية وابعت اسئلتك، لان برنامجنا اسمه اسألوا ولن تسؤوا.